العشرون من فبراير. في مثل هذا اليوم من عام 1911 صدور العدد الأخير من صحيفة تشانغياو الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم، كانت صدرت أول مرة عام 713. وفي مثل هذا اليوم من عام 1942 الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفا لوالده الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1963 القوات العربية تنسحب من الكويت بعد تسلم عبد السلام عارف حكم العراق وإعدام عبد الكريم قاسم. وفي مثل هذا اليوم 20 من فبراير عام 2001 الرئيس علي عبد الله صالح يدلي بصوته في دائرته الانتخابية 11 المركز دال في أمانة العاصمة في عرس ديمقراطي هو الأول من نوعه، تمثل بقيام أول انتخابات للمجلس المحلي بالتزامن مع ثاني استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية الجديدة. وفي مثل هذا اليوم 20 من فبراير من عام 2005 الرئيس صالح في أسرع استجابة لمعاناة أبنائه في الخارج أصدر توجيهات لوزير التعليم العالي بسرعة حل جميع مشاكل الطلاب اليمنيين في الهند والجامعات الهندية المتعلقة بالمنح المالية. وفي مثل هذا اليوم 20 من فبراير عام 2011 الرئيس الصالح في أكبر تجمع مدني بصنعاء يجدد دعوته للقوى السياسية في اليمن للعودة إلى طاولة الحوار، مبديان استعداده لرعاية الحوار الوطني بصفته رئيسا للدولة وليس كرئيس للمؤتمر.